السلام عليكم ladies and gentlemen, فهد سال in the house, ونكمل المسيرة. إذا أنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس. ladies and gentlemen, we're back at it again. حاولت ألعب شويتين, رجعت لعبت مهمة المغرب ثاني مرة لحالي, واكتشفت أن الموضوع أصعب مما تخيلت. فلأن أنا كنت قاعد أكلم متابع اللي كان يقول لي ترى الناس بتلعبها بسرعة, ما صدقت الهراء حق هذا المتابع. in fact أنا لما جيت حتى أركز على اللعبة وما بتلعبها انت من غير الستوري ميشن, اتحدى اي واحد كده من عنده يحلها بسرعة, بالذات اذا انت داخل على اللعبة لأول مرة, بمعنى انت ما عندك خلفية ابدا عن عالم هيتمان. في جزئية من الاشخاص اللي هو يكون عارف الحل فبيحلها بسرعة يعني, وفي الحل اللي هو انا اشوفه ما هو حل, فكرة انه انت ممكن تطلع رشاش وترش اي احد وتقتل اي احد وتكمل بس. No, اللعبة لازم تاخدها step by step. الشيء الثاني طبعا, احنا بس عشان نعرف احنا ايش كنا بنسوي, احنا طبعا كنا في ICA facility اللي هم الشركة اللي احنا نشتغل تحتهم. رحنا لباريس, بعدين لسباينزا اللي هي في ايطاليا, بعدين كنا في المغرب, والان على ما اعتقد رايحين لبانكوك اللي هو تايلند. اوكي طيب خلينا دحين نروح لتايلند. اذا تبى معلومات اكثر شوف الحلقة اللي راحت, على ما اعتقد المنظمة اللي هي ماسكة كل الجواسيس على ما اعتقد او شيء زي كذا, عرفوا باللي صار في المغرب والان متوترين وفي ربكة. بالتفاصيل اكثر روح شوف الحلقة اللي راحت وشوف المقطع في الاخير اللي هو ايش اللي صار وعن ايش اتكلم وايش الخزنة اللي انسرقت على ما اعتقد, فصار في اختراق. Ladies and gentlemen, let's get started. Good morning, 47. أهلين. Your destination is the Himapan Luxury Hotel Resort on the Chao Phraya River, just outside Bangkok. حلو. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of the Class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. Mm-hmm. 1 year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. Oh. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped Cross ممكن قتل هانه. اوكي. The influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Ken, محامي. Cunning and unscrupulous. Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution. And while the system may be powerless, ICA is anything but. I will leave you to prepare. باختصار, جوردن مغني, وهانا اعتقد كانت خويته وحاجه زي كذا, وتم قتلها وعلى اساس انه قتل اكسيدنت, يعني ما في حد وراء هذه الحادثه. يعني عائله هانا مقتنعين انه في احد قتلها, جوردن اللي الظاهر قتلها, وهذا كين اللي هو المحامي حق العائله اللي خرجوا من هذا الموضوع, وأبوه طبعاً الملياردير اللي ذكر اسمه طبعاً كانت صورته في المجلة. كالعادة بفتح هذا الشيء اللي حاب يقرأ, أوكي اللي حاب يقرأ المعلومات. طبعاً أنا في وقت الخاص راح أقرأهم, obviously أنا ما أحب اللي بحصة قراءة, أوكي. أما عن طريقة القتل, طريقة الديسكايز, كلها طبعاً easy peasy. نعم, الشيء اللي أنا استوعبته من لعب الحالي أمس أنه أنا ممكن أعمل تحضير قبل ما أدخل. اكتشفت أيضاً أنه لازم يكون أنت عندك هدف وطريقة معينة specific يساعدك في حل اللعبة وأنت مرتاح. فكده أنا راح أحضر بالشكل التالي. طبعاً إحنا عرفنا الآن التارجت, عرفنا من هم جوردن وكين مورغان. البلانينج يعتمد على بالضبط التحديات اللي موجودة والميشن ستوري. طبعا أنا ما رح أنظر للتحديات الآن فور ناو, خلينا الآن بس نركز على الميشن ستوري ونعرف إيش الأشياء اللي موجودة معنا. هنا مو أنه تعطيني فكرة, هنا بس أبغى أعرف بس اللي هو فكرة بسيطة يعني. أوكي حلو, حيكون السنايبر في السويت اللي أنا ساكن اللي أنا موجود فيها. أوكي. Welcome to Bangkok 47. Ken Morgan has booked the Queen Suite but has yet to check in. You will find him in and around the restaurant. Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and the Class have set up a recording studio in the Emperor's suite on the third floor. Private security around Cross and his entourage is highly capable. Still, I'm sure you can find your way into his inner circle. After all, today is Jordan Cross's 27th birthday. The age when rock stars die. Good luck, 47. Okay. طيب
كين موجود في اللابي وجودن موجود في مكان الاستوديو اعتقد في الدور الثالث او حاجه زي كده. اوكي اوبفيسلي نبي نفتح الخريطه ونشوف وين الشنطه حقتي. هذا انا موجود. الشنطه في السويت حقه اذا ماني غلطان، فانا اقدر ادخل الغرفه حقتي. هذا كين موجود في اللابي وهذا جودن موجود في الدور الثالث نوب في الدور الرابع وانا في الغرفه في الدور الثالث. انترستينج، هذه غرفتي ام نوت شور. فانا راح اعمل تشيك ان، احاول اوصل للويندو واعطيه يو نو. هذه على حسب التحديات يعني، زي ما انتم شايفين هنا assassinate Jordan through the window with a sniper rifle. شوف ممكن اكون هنا طبعا تعطيك افكار، وهذا الشيء طبعا المفروض يدرس قبل ما تطلع يعني. تشوف انت مثلا اقدر انا اكون كشاف، اول حاجه ابغى اروح لغرفتي واعمل تشيك ان، ابغى اشوف اذا فعلا انا عندي غرفه ولا لا. حلو، I'm assuming انه انا عندي غرفه. نو وات از ذس؟ مكتوب missing. Hello, Mr. Reaper. Okay. Checking in. Hello. I can check in. Thank you so much, sir. Here's your key card. Welcome to the Himapan Hotel. Welcome to the Himapan Hotel. Please follow me. I hope you'll enjoy your stay. Hello. Yeah. Lead the way. Sir, please. ممتاز. هنعمل check in وهناك طبعا نوصل للسنايبر حقنا. So let's do that. واو يبغالي سافر تايلاند يا ولد. ها سير بليز فولو مي ليت مي شو يو تو يور روم. اوكي ذير جوز ماي نيكست اكس هازبند. هذا كل مكان يروح يتغزلوا فيه كل احد. طيب انا الان ام اسومينج وصلت الدور الثالث. يا اوكي ياب 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 ياب. This is your room. You can always let reception know if there's anything you need. Sure. طيب وصلنا للغرفة. أبغى أشوف. I want to examine هذا الشيء. أعطاني إنتل. طيب عرفنا إنه جناح A مغلق بسبب الاحتفال حق جودن باحتفاله بالبيرثدي حقه. عمره صار الآن 27. فما اقدر ادخل الا زي ما هو مكتوب اذا انا اتنكرت بلبس الستاف. فممكن انا اخذ لي واحد من الستاف وما اعرف ايش، او اتصل روم سيرفيس يجي الستاف نلبس الملابس بعدين نروح لوينج اي. هنا معناها لازم اعرف وين مكان جناح اي. جناح اي مكان جودن اللي هو هذا الجناح بالكامل مغلق، فما اقدر ادخل الا اذا انا متنكر بلبس الستاف. طيب في عندنا هذه البنت، مع انه ما اعتقد اقدر البس ملابس البنت، لكن انيوز خلينا نكتشف الغرفه ونشوف ونبدا نتعرف على المكان. في شايفين في اتصال، معناها انا اقدر اجيب واحد من الستاف. واو اللعنه يا ولد. طيب لين يا واد، ضروري سفره، والله ضروري سفره يا اخوان، لازم نسافر. إذا هم دقيقين في التفاصيل معناها أنه يا كذا ريحوني صراحة. طيب وين مكان الشنطة؟ الشنطة موجودة أعتقد هنا. أو ياس أو ياس. I'm assuming أني ما رح أقدر أوصل لويندو إلا في حال أنه أنا أطلع للدور الرابع، وهذا يتطلب أن أنا أدخل في غرفة معينة وهو لا لحظة، إذا كان هو موجود هنا هو الآن موجود في الدور الخامس. طيب أنا محتاج غرفة في الدور الخامس ولا بالضبط؟ ولا هو طلع يعني؟ كيف ممكن نوصل له؟ طيب anyways خلينا إيه conceal it وبعدين. طيب اللي حسويه دحين بس على أساس أتعرف على المكان إنه أنا أمشي. عندك اللي هو جوردن هذا اللي تحت. آسف كين اللي تحت. I'm assuming انه لازم كرت، وابغى اعرف صح. دقيقة خلينا اكون familiar مع المكان واعرف من وين اقدر اطلع.
اها طيب في عندك السلم طولي alright 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 right. السلم في نهاية الشارع فخلينا نروح للسلم ونطلع لفوق ونشوف يعني if we can I'm assuming أنا كزار الفندق أنا أقدر أطلع في أي مكان sorry sir really can't let you through here I've got strict orders أوكي طيب عرفنا أنه ما حنقدر نطلع فالطريقة الثانية أنه حنتنكر ب خلينا أجرب أنه أنا أتنكر بملابس تعف اللي أنا حسويه دحين خلي الشنطة أتصل على أحد The mini bar is not being replenished. Please see to it at once. حلو. البار بيقول البار المكان. وين الميني بار حق الغرفة؟ هذا الميني بار. أوكي. أنا بس أنتظر الشخص يجي. House staff. Oh yes, I am here to restock the minibar, please. Sure. Oh wow, أنا مضطر أتخلص من الاثنين. Obviously. حنضطر. حلو. طيب. السؤال كمان إنه ما في مكان. أنا اللي فهمته إنه. لا وين رايحة بالشنطة دي؟ حلو. I'm so sorry man. Okay طيب المشكلة إنه ما في مكان في الغرفة إنك تحط الاثنين لكن طالما إنهم في الغرفة عندي اللي فهمته إنه ما رح يصحوا أبدا. So هذا الشيء كويس طالما إنه ما رح يصحوا. No one cares. طيب خلينا الآن نشوف إذا حنقدر نطلع أو إذا في تغيير رح يصير. Are you like a male maid? Yeah. أنا أبغى أطلع كمان لفوق. أنا طيب دحين الآن صرت في الدور الرابع. هذاك في الخامس. كيف أطلع في الدور؟ Alright. طيب لازم أدخل وأدخل الغرفة على ما أعتقد. يا. أوكي. طيب إحنا كده ماشيين كويس. نقفل الباب على أساس ما يشوف. خلينا بس نكون فاهمين المكان. وفي بنت اللي هي ممكن تشك فينا. Doesn't matter. طيب دحين أنا اللي أحتاج أسويه إني أنا أطلع كمان للسلم وعلى أساس أطلع لازم أيوة شوف كيف من هناك. يلا نجري. ما أعتقد راح تشوفني. ممتاز. أها زي ما انتم شايفين أهو جوردن هناك. لو جيت فتحت سكافد اريا بس أتأكد إنه ما في حد يكون شاك فيه. أوه هذا قصدهم هذا الويندو. طيب. Chad, I'm at the hotel. What hotel? The hotel. The Himapan. أشوفه موجود هناك. هذاك خرج. حلو خلينا نقفل ذاك الباب. أبغى أشوف إذا أقدر أطلق عليه من هنا. طيب. أنا ما أعرف إذا كان معني إنه. بس لا. هو السؤال كيف ممكن يجي جوردن للطاقة؟ أوكي. أو إذا أنا أصلاً حتى في المكان الصح يعني I don't know. أيوة شايف ما هو قال لك لازم يكون في ويندو شوف نزل أوكي راح للدور الرابع أعتقد هذه الطاقة اللي تحت أوكي شوف زي هذه مثلاً لازم تدرس أنت هو وين بالضبط بيروح وين الخطوات حقته أوكي شوف هذا الأوبن ويندو معناها هنا نعرف انه لازم يكون من الدور الرابع. طيب خلينا نروح للدور الرابع. Alright. Except انه عندي اشكالية مع هذيك البنت. That's interesting. What a strange thing to say.
اوه حلو. Alright هذه الويندو. طيب وين الان جوردن؟ في اشكالية. طيب هو حل انه احنا ممكن نروح لهناك. Obviously كان بامكاني انا ممكن اسوي الشيء ده، لكن طالما انه ما هو اوبشن سهل وعلى اساس ممكن اخذ وقت طويل، خلينا احنا نروح للجناح حق هذا الرجال. Obviously لانه مسموح ان انا اروح للجناح حقه as a staff. السؤال كيف اروح للجناح الثاني؟ I'm assuming لازم اروح من الدور الاول. طيب never mind، لكنه اوبشن موجود عندنا لو احنا right. المشكله والله ما حد مراقبنا، تصدقوا؟ لحظه اجرب، لحظه خليني احفظ. هو لازم يكون من هناك. او بوي، وهذه كمان مو شايفتني، والله انها فنطله يا اخي. والله انفجعت المسكينة. طيب الآن تعرفت على المكان، تعرفنا على كل شيء. والله اني مخ على أساس انه اوف دخل غرفتي. اوكي نيفر مايند. طيب اهم شيء لا يشوف انا هذا الشيء. في عندنا looks like another one of those rock stars. Do you mind? We need to talk in private, okay? That's Abel Da Silva. He's only one of the most awesome drummers on the New York indie scene. He was in Death and Taxes and Flat Earth Society. Yeah, I like Top 40. Abel اللي هو الدرامر. اوكي. Who quit yesterday? The record label flew him in, and I took him up to the restaurant lounge. Well, Miss Barrett, the manager, she's gonna come get him soon. Gee, I guess I should get his autograph. You don't. Okay. Aidel موجود في the closest regular drummer unexpectedly quit the band, and the record label has flown in a replacement. Upcoming indie drummer Abel Da Silva, who is currently waiting in the restaurant lounge. Better yet, Jordan Cross has not previously met Mr. Da Silva, and the two of you do share a resemblance, 47. Okay, طيب. بدلوا حق الدرامر بواحد ثاني، فجوردن ما قابل الشخص الجديد، فممكن احنا واشوف وين مكانه هذا. هو موجود في اللاونج. Okay. لحظة. بس ابغى اطلع على هذا هو. ايش الستاف هذا؟ Do you have any robes in extra large? I'm not bragging, but whatever. طيب معناها لازم اتنكر بزي واحد من هذيله. So, when is Dexy Barrett coming to pick me up? I don't know. I just carry the heavy stuff, man. You can head up to the studio yourself if you want. No, I don't want to seem pushy. I'll wait. Hope she didn't forget. Turn off the sound system. خلينا نشوف. You gotta be. حيجي. Okay. Not bad. Damn. What is it? Oh, man, that's not a body, is it? Oh, no! شافني. اوكي ما كان. الله ياخذك. طيب الان عرفنا موضوع الدرامر. اوكي هو بيجي هنا. فميبي وات وي كان دو. طيب هذا هو الدرامر الجديد.
المشكلة ما ينفع لأنه أنا اللي موجود عندي السم حيقتله في نفس المكان هنا، فما حينفع. missing poison. لا ما عندي poison. يبغالي rat poison. فممكن أشغلهم. hey bellboy. حلو يروحوا الاثنين وبعدين ممكن هذا راح يروح في الحمام. How do I do that? طيب خلينا أجرب التالي. بجرب أكثر من طريقة. الطريقة الأولى obviously. هنعمل الشيء ده. So when is Dexy Barrett coming to pick me up? I don't know. I just carry the heavy stuff, man. You can head up to the studio yourself if you want. No, no, I don't want to seem pushy. I'll wait. And we're good to go. حلو. Disguise. حلو. أو هذا المشكلة حيعرفني هذا. حنروح لهنا. ما أعتقد أحد راح يشوفني. المشكلة ما عندي البويزن. طيب في الحالة هذه إيش ممكن نسوي؟ طيب أخذنا الملابس دحين إحنا which is fine. You know. I'm really excited to be part of this. How's the new material? I only got the call yet. Hey there, waiter. حلو. الآن خليني بس أنا قاعد أحاول أكتشف أشوف. Well, I'm telling you, every night in his room, Cross listens to this recording. A man and a woman fighting horribly over and over again. Oh, come on. He's just watching TV, one of those, you know, one of those Scandinavian dramas where the people are having hissy fits in their kitchens and shit. He's not watching TV. But I recognize the woman's voice from TV. It's Hannah Heimel. Cross's dead girlfriend, the one who fell from the roof? No, the other one. Of course, that dead girlfriend. Cross is listening to a recording of himself and Hannah Heimel fighting. What the? That's what. Oh, the infamous Dexy Barrett. It's a true she lives off Mars. He needs a trap. I just carry the heavy stuff. اوكي انا ماني ملاقي طريقة انه كيف ممكن ايوه هذا هو alright حلو لا سيبه طيب ما أدري إذا في أحد حيكشف ولا شيء خلينا الآن نروح Hey, I'm not sure I know you, sir. Oh, this guy, something. Any of you know this guy? Not another step. طيب لو قتلته وين ممكن احطه او لو قصدي خدرته يعني انترستينج ايوه طيب ايش اللي يصير اخليه يجي لين هنا ارمي نص هنا بالضبط اي هوب انه ما حد يشوفني يعني بالضبط drag his body خلينا نحط جسمه بعيد كده اساس ما ينشاف we'll disguise طيب pick up الان طالما انه شوف كلهم لانهم
قد شافوني قبل كده فحيشكوا فيه لأنه كمان ذاك عنده لحية. خليني أحاول أطلع من هنا. طيب لحظة قبل ما نروح للاستوديو أنا أبغى أتخلص من هذاك الفنطل. أوكي فلازم ننزل الحين الدور الأول ونشوف وين هذاك بالضبط. أيوة شوف وين. طيب حنطلع يسار. أوكي نروح لليسار. هو جوا. Manage your fighting, huh? Well, bring on the gossip. Well, I only picked up bits and pieces. Something about Miss Barrett confiscating an audio recording from Cross. Said it was for his own good, that listening to it had turned into an obsession. Hannah Heimel's name was mentioned. The girlfriend who died? Yeah, but you don't believe all that crap, do you? That Cross killed his girlfriend. Well, my brother is an officer. Trust me, domestic disturbances don't just happen on Skid Row. The rich just throw more expensive shit at each other. The plot thickens. Apparently, Jordan Cross has been obsessing over a mysterious audio recording featuring the voice of Hannah Highmore. However, his manager Dexie Barrett has confiscated the recording for her client's own good. Well, I suggest you get a hold of that recording, 47. Sounds like the perfect bait, and if my hunch is right, a chance to confront Cross with his crimes. You could start by searching Miss Barrett's private quarters, room 404, inside the Emperor's suite. حلو. في ريكوردينج موجودة في الغرفة اللي وصلت فيها بالضبط. والآن وين هذا المانجر؟ أي شوف وين راح. That is Ken the Brick Morgan, lawyer and corporate fixer. Wait, I recognize you. You're Ken Morgan. Yeah, yeah, they call you the Brick, right? Keith McKenzie, U.S. Attorney's Office, South District. Keith? I saw you at the Chelsea Whitmore trial. حلو دائما يكون ماشي مع السكيورتي حقه بس على اساس ادرس الخطوات حقته بالضبط وش بيسوي. Interesting. ما في ال What? Why are you calling me at this hour? Abel. Slow down, Mr. West. I can't. Did you hit someone? Is that what you're telling me? Are you drunk? Where is the body? Did you leave it in the street? In the trunk? Oh, Mr. West. What were you thinking? صح أنا سمعت إنه. You realize this could ruin your stock exchange. أنا أبغى أجرب بس أبغى أجرب شيء. Alright. الله. طيب I'm assuming انه دحين اقدر ادخل على هناك. Hello Mr. De Silva. Yep, hello. حلو. Yep, 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 yep. قدرنا ندخل لانه انا دحين صرت الدرامر. ما كنت ابغى ذاك الحل بس لانه لي تقريبا ساعة ونص قاعد العب على فكرة بس انا في الاديت مسرعها ف ولا كان مشينا على المشن ستوري. طب الحين وين مكانه هذاك؟ يلا ما حد داري عني.
Oh, hey, Mr. De Silva. Dexie Barrett was supposed to pick you up at the restaurant lounge. Huh. Oh, well, while you're here, who cares? Go right in, sir. Okay. I'm a big fan. You know, Death of Taxes. Silva, how are you? Favorite band. How you doing? You gotta tell me about that performance in Barcelona. Oh, yeah, man. Oh, that was crazy. So, it's... أخيراً وصلنا للهدف أهو. هذا التارجت. طيب خلينا نعرف بس مكانه كيف بيتحرك. That is Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. حلو. Wes bought a Branson MD2? Yep. Also known as Old Sparky. Almost bankrupted Branson Tech back in the day. Ew. Oh, صعبة. لأن دحين... آه, كلهم بيش... Yeah, yeah, no. Stop. Look, this just ain't doing it for me. All right, lacks a bit of... Je ne sais quoi. I don't know. I'm just not feeling it. Okay, Jordan. Let me do some tweaking. See you in 5, yeah? لا مرة صعب لأنه دحين مرة ما ينفع تقتله هنا. Hey, who's this? Oh, hey, you're Quentin's replacement, right? Yeah. Yep. Thanks for coming out. Mind. اوكي بس ابغى اعرف ايش بيسوي وين بيروح وين يجي. في السلك. ممكن نتلاعب بالسلك صح. Able to Silva. He's here to take over for Quentin. Drums all set up, Wes. Good to go. Cool. Hey, tell Jordan Cross he's awesome. Increase the voltage بس المشكلة حنشاف. طيب لازم يكون في طريقة بحيث انه اقدر Don't tell me you're the type of person who can only perform for audiences over 200 people. Come on, المشكلة man. لو سويتها. هم يبغوني إلا ألعب الدرمز. حيشكوا فيه. واو. الموضوع ترى مو سهل. كيف ذحين؟ يا الله. المشكلة أنا ما أعرف إذا. I'm not sure I've seen you before. Oh, this guy is something else. Whose boyfriend is this, huh? Hey, buddy. Come on, that's it, man. Oh boy. No. Someone help me! Oh no! No way! Hey, you look like you shit yourself. What's going on? اوكي هذين مو شاكين فيه اصلا alright واو بوي والله ولا حق التخطيط ولا حق يا انا يلعن ابو اوكي شوفوا انا صار عندي فهم في الانفايرمنت حقي وكذا بس باي الخطه The plan isn't planning. والله الخطة فاشلة اللعنة يا شيخ. أنا عندي مشكلة في الأونلاين. طيب. One week later. The body of billionaire media mogul Thomas Cross was discovered early this evening, slain by multiple gunshot wounds. Cross was scandalously kidnapped this morning at the funeral of his only son, acclaimed rock musician Jordan Cross. A notorious recluse, Thomas Cross has not left the private life in years, and authorities are now looking into the connection between the two deaths.
أبوه مات وهو مات كمان؟ هذا أنا يا؟ Stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work and the Highmores picked up the check. A shadow client. Someone got rich. The contract was just. لحظة هذا أنا ولا واحد ثاني؟ I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, always has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides, it's happened before. Italy, Morocco, Paris. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips from a hidden source. Each contract perfectly legit, yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is, against whom? كأني فهمت إنه في أحد قاعد يستغلهم ويعطيهم عقود بس مو عارفين من هو. أجان اللي فهم المشهد هذا لخصه لأنه تحت مكان التعليقات على أساس وإذا فهمتها أشرحها في الحلقة اللي بعدها بحيث إنه ما نضيع الأحداث. بس حاول تشرح هذا بس الشيء اللي صار. كأنهم ما هم عارفين مين اللي في أحد قاعد يستخدم الأجنسيز بحيث أنهم يحققوا الأجندات حقتهم أو شيء زي كده. هذا اللي أنا فهمته. حنروح دحين للفريدم فايترز. أوكي. ديستنيشن. حنروح لأمريكا. بعدين اليابان. بعدين نيوزيلندا. أجان أمريكا ميامي. كولومبيا. الهند. أمريكا أجان. نورث أتلانتيك. أمريكا أجان. مالديفز. بعدين دبي. أوه. حنروح لدبي. بريطانيا، جيرماني. واو، باقي مدن، باقي لسه. طيب اشوف اللعب بديت ارتاح من ناحيه قراءه البيئه، بس لسه ما زال التكنيك حقي عشوائي، ما زلت العب كاني قاعد العب لعبه شوتر. افضل من الحلقات اللي راحت. اجين اي تيبس اي نصائح دائما اكتبوا تحت في مكان التعليقات. ليدز اند جيرمان، اتمنى كانت الحلقه هذه ممتعه. انا فهد سان، اشوفكم ان شاء الله على خير. بيس اوت.